كتاب الفن العربي الحديث ظهور اللوحة لمؤلفه شربل داغر ضمن الإصدارات التي يشارك بها المركز الثقافي العربي في معرض الشارقة الدولي للكتاب. وهذا الكتاب يعالج ظهور اللوحة الزيتية من المغرب الأقصى إلى إمارات الخليج في القرون الخمسة الأخيرة، فالكاتب هنا يتجه إلى تفقد اللوحة في القصر والبيت قبل صالة العرض والمتاحف، وفي كتابات الرحالة والمؤلفين من أوروبيين وعرب قبل المؤرخين الفنيين. يستعرض الكتاب في أبوابه الثلاثة وفصوله العشرة كثيراً من المسائل الفنية، ويتعقب الأعمال الفنية في بداياتها، ويعرف بفنانيها الأوائل والمؤسسين. فأول ما يقف عنده هو تاريخ ظهور اللوحة في النطاقين العثماني والعربي، بلوغاً إلى مرحلة الذيوع والتأكد في الخليج العربي. في الكتاب هذا يطلع القارئ على الجهد البحثي في معاينة ما أحدثته الثقافة الفنية الناشئة في اللغة كما في الخطاب العربيين، ويقف عند الوجود الفني للوحة من خلال المدارس والأنواع والموضوعات والأساليب التي اتبعها أوائل الفنانين والرواد، وما اشتملت عليه معالجاتهم من خبرات ومهارات وكفاءات. ويجمع المؤلف في هذه الدراسة ضمن منهجها ثلاثة ميادين للفن، ألا وهي المجتمع واللغة والعمل الفني، تبع لمقاربات متعددة جمعت بين التاريخي واللغوي والمعجمي والفني والجمالي وغيرها. وهذا كما يقول يعني في الأساس التعامل مع الفن بوصفه ظاهرة اجتماعية كلية لا جزئية. هذا الكتاب يمثل في بعده الفني بالنسبة للقارئ رحلة معرفية وتاريخية وجمالية مدهشة، يطلع خلالها على جوانب مختلفة من عالم اللوحة الفنية عبر العصور، ويكتشف مع مؤلفه أسراراً كثيرة لم تكن بالمتاحة ولا المعروفة فيما يخص اللوحة وتاريخ ظهورها. وفي الجزء الأخير من الكتاب ملحق للصور، تمثل عدداً من اللوحات بعضها لشخصيات وبعضها الآخر لمناظر طبيعية ومدن وعمارة قام برسمها فنانون أجانب، وهي الموجودة في متاحف مختلفة. كتاب الفن العربي الحديث ظهور اللوحة لمؤلفه شربل داغر موجود الآن في معرض الشارقة الدولي للكتاب في جناح المركز الثقافي العربي القاعة الثالثة. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.